أبرز الأخبار من يو تي في، أهلا بكم. وجه رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتحسين نوعية البطاقة التموينية. واستعرض السوداني مع وزير التجارة أثير داود الغريري خلال اجتماع خطط الوزارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية وبرامجها في توفير الأمن الغذائي بما يعزز دعم المواطنين من الفئات الهشة والفقيرة، مؤكدا أن حكومته تولي اهتماما كبيرا بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها. وحول وزارتي الإعمار والبيئة، قال النائب عن الديمقراطي الكردستاني شيروان الدبرداني أن تسمية مرشحيهما سيؤجل إلى ما بعد مؤتمر الحزب الأسبوع المقبل. وذكر الدبرداني في تصريح صحفي أن الرئيس مسعود برزاني سيحسم أسماء المرشحين مع عقد الجلسة القادمة لمجلس النواب، مؤكدا عدم وجود إشكالية حول مرشح وزارة الإعمار والإسكان بدكين ريكاني، فيما تبقى وزارة البيئة غير محسومة لحد الآن. بيّن دوبرداني أيضا أنه بحسب النقاط فإن حصة الديمقراطي الكردستاني 3 وزارات، أما حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وزارة العدل. قال بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو إن تطبيق البرنامج الحكومي الجديد سيؤدي إلى نهضة كبرى على المستويات الاقتصادية والخدمية والصحية. ساكو خلال برقية تهنئة بعثها إلى محمد شيع السوداني بمناسبة اختياره رئيسا للوزراء ومنحه الثقة في البرلمان، أكد أن طريق الإصلاح ومعالجة الأزمات يتم عبر الحوار الشجاع وليس الانفراد وكسر الإرادات، كما شدد على أن المواطنين الذين عانوا من الظلم والفقر ينتظرون الحقوق والحياة الكريمة. حثت الأمم المتحدة حكومة العراق الجديدة على الالتزام بالوعود المتعلقة بالإصلاح والمساءلة. إن الأمين العام رحب بتشكيل حكومة جديدة للعراق برئاسة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، ويأمل الأمين العام أن يتم شغل المنصبين الوزاريين المتبقيين بسرعة، ويحث الحكومة الجديدة على الوفاء بالمطالب التي طال أمدها لشعب العراق من أجل الإصلاح والمساءلة ومستقبل أفضل. كما يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة ما تزال ملتزمة تماما بدعم حكومة وشعب العراق. بحثت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي مع حكومة نينوى وجهاز الأمن الوطني أوضاع النازحين العائدين من مخيم الهول إلى الجدعة جنوبي المدينة. وقال مراسلنا أن رومانوسكي عقدت اجتماعا حضره وفد من رئاسة الوزراء وقيادات العمليات المشتركة وإدارة المحافظة المحلية، وناقشت معهم وضع خطط تحل المعوقات والتحديات التي تواجه عودة النازحين إلى مناطقهم بعد إخضاعهم للتأهيل النفسي والاجتماعي. أضاف مراسلنا أن الأجهزة الأمنية في نينوى مستمرة في تدقيق وفرز أسماء العائدين إلى مخيم الجدعة وإحالة غير المطلوبين إلى مراكز التأهيل النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن رومانوسكي طلبت إشراك السفارة الأمريكية في دعم جهود العراق لإنهاء هذا الملف، فضلا عن توفير مركز تأهيل إضافي لاستيعاب الأعداد الكبيرة. علق مجلس نقابة الأطباء أعماله ونشاطه في مقره العام في بغداد إثر تهديدات عشائرية. وذكر بيان لمجلس النقابة أن المقر العام وأعضاء المجلس يتعرضون لليوم السادس على التوالي إلى سلسلة من التهديدات على خلفية اتخاذ المجلس قرارا بإقالة النقيب السابق. وأضاف أن مجموعة عشائرية تدعي إرسالها من قبل النقيب المقال تحاول إخضاع أعضاء المجلس لضغوط من أجل تراجع عن قرار الإقالة، داعيا الأجهزة القضائية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة لضمان أمن أعضاء المجلس وسلامة العاملين فيه. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.